عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقه. هنا محاوله الان تسديده، جول جول. سالم راشد يلعب كره خطيره، جول جول. اتحاد كلباء يسجل الهدف الثالث الان، الثالث. نعم هي الثالث، انا ليش اقول لكم 4-1. تياغو في المرمى، نعم يقلص الان خرفكان الفارق. هذا من قائدي باتجاه الياندرو لقائدي، خطير قائدي داخل منطقه الجزاء ولا زالت، والمحاوله خطره، جول جول. تعود من جديد لدانيال بيسا، لعيب لعيب هذا البرازيل. الله، اوه هاتريك، اوه